يعطيكم العافية، صباح الخير، شلونكم، شخباركم؟ اليوم جاية ما هو مهرجان، جاية بتكلم عن كذا قطعة راح تنفعكم، لأن الحين الغالب راد من إجازة مو معتني بشرته تبتدي في التصبغات، فإحنا كدكاترة تهمنا التركيبات والتوليفة اللي تكون فيها على الأقل ألف أربيتين، أحماض فواكه، فيتامين سي، والأشياء اللي بتكلم عنها أنا اليوم مو أول مرة أتكلم عنها، مستخدمة كثير من منتجاتهم وأنصح فيها وبقوة، وراح أشرح لكم إياهم وراح تشوفون بعينكم تستاهل ولا لا. جدا عجيبة، وخاصة أنا بداية الشتاء استخدمتها لتصبغات عندي راحت بالكامل، راح أحط لكم إياها، وأمس أنا حطيت لكم بعد الإكلام هذا اللي خلصته بالكامل. بس بتكلم أول شيء شنو بديت أستخدم قبل لا أروح حق هذا، اللي عندهم مشكلة تصبغات بالوجه وما تحمل مثلا الأكريتين، الدفرين، الخلطة الثلاثية، اليوم اللي بتكلم عنهم هذيل الأشياء اللي استخدمتها وفضل الله جدا فادتني. حلو كتركيبات عرفت ان هذه مفيده، وغير كذي طبقتها على نفسي قبل لا اتكلم عنها. بحط لكم بالضبط شنو بديت فيه مع بدايه الشتاء وشنو اللي امس حطيت لكم اياه اللي استمريت عليه عشان احافظ على النتيجه. بدايه الشتاء بديت بشيئين رائعين، الماسك من الدي بي وايت من اي سي ام، لا يعلى عليه كبيل اوف ماسك. راح اذكركم بالفيديو اللي كنت استخدمه بالبيت شلون ينزع بالكامل، ينحط وينزع بالكامل عقب نص ساعه، يشيل مو بس الخلايا الميته، والله العظيم حتى لو في ميك اب من الليله السابقه راح تلقينه يطلع بالماسك قدامك، تقشير جدا رائع، في فيتامين سي، في الاربيوتين، في احماض فواكه، في الكوجيك اسيد، روعه. الكريم يستخدم يوميا على التصبغات والماسك مرتين بالاسبوع، طريقته ولا اروع، جدا سهله. بعد ما خلصته بالكامل فتره كامله، ظل معي شهر شهر ونص ويمكن قريب الشهرين، استخدمت الاكلام هذا. هذا مو بس ميزته ان في مواد تفتيح راح اكتب لكم اياها وخلصته بالكامل، ولكن كذلك يقاوم التجاعيد، فانا كنت اقدر احطه خلال اليوم اي وقت خلال اليوم. راح احط لكم هذا، انا مصورته بالبيت، وراح احط لكم هذيله وطريقه استخدامهم، الماسك والكريم. الحين راح احط لكم الماسك وطريقه، شفتوا الفيديو اللي سابق ترى حفظته اني كنت استخدمه بالبيت، هذا الشيء خيال، يستخدم مرتين بالاسبوع نفس ما قلت لكم تركيبته وش اللي خلاني احطه لكم بتركيبات وش اللي خلاني استخدمه لنفسي، اوكي. وهذا الكريم يوميا ينحط، عقب ما خلصتهم بديت بهذا وراح احط لكم على الشرح. طبعا صيدلي جمعيه الروضه حاليا عليهم خصم 15%. ما اقدر احط لكم هذا وما احط هذا الشيء الجميل، انا حطيت لكم شيء اللي استخدمته على تصبغات الوجه. انزين دكتوره، انا عندي تصبغات مثل بالاكواع، الركب خفيفه، مقبله على زواج، انا كبنت بهتم بنفسي، انا دائما انصح بهذا. هذا ما يتلي عليه ولا شكوى من تحسس لانه خفيف جدا على البشره والاستمرار عليه. بنات رجاء استمروا عليه، سواء بنات او شباب، اقل شيء شهر ونص لا تحكمون عليه، وراح تلاحظون في فرق جدا واضح بتفتيح هذه المناطق، جدا جدا روعه، لان في اربيوتين وفي لاكتيك اسيد، روعه من اقوى المرطبات اللي اعشقها او احب ابتدي فيها للبنات او الشباب قبل لا نروح حق الاشياء القويه حيل، وايد حلو. دائما لما اشرح لكم هذا احط لكم هذا، لان في منهم يدزون مثلا على الايميل ان شارين هذا ودكتور ما فتح لنا المناطق، يرطب الجسم حلو بس ما فتح المناطق. بنات الازرق او شباب، هذا للاكزيما او البشره الجافه جدا، لانه خالي من الكحول، خالي من العطريات، وكذلك في خلاصه زيت الجوجوبا وفي الشيه، فبالتالي هذا حق شنو؟ حق البشره الجافه واللي فيها اكزيما، هذا اللي تفتيح. تمام، راح احط لكم الحين الفرق بينهم. ديوليس من اي سي ام، دائما احط هذين الاثنين، لاحظوا 5% 15%، شنو ال 5% وشنو ال 15%؟ هذه نسبة الفيتامين سي. هل بس انا حطيتها لان في نسبة فيتامين سي؟ لا، هذا حق البنت المبتدئة جدا ممتاز، تبتدي بخمسة وبعدها تصعد ل 15 وخاصة اذا ناسبها. شنو في كذلك؟ في الهايرونيك اسيد وفي احماض الفواكه وفي فيتامين اي، يعني في مضادات اكسده، في فيتامين سي للنضاره، وفي الهايرونيك اسيد منه ينفع البنات او اللي ما يحبون كذا خطوه، وممكن يستخدم ترى بعد الديرما رولر عادي، لانه في فيتامين سي وفيتامين اي وكذلك في هايرونيك اسيد. تمام، ميزته انه شوف حجمه ايش حالاته، حتى حق سفر حلو، وانه انت تستخدمينه مده شهر، اول ما تاخذينه تضغطين هذا تدشينه لداخل
عشان يختلط السيرم مع البودرة، فبالتالي قاوم الأكسدة جدا حلو. هذا كمثال حطيت لكم إياه. تمام؟ اللي قاعد يسألوني، أنا بصيدلية جمعية الروضة، العرض 15% من اليوم لآخر الشهر، يعني يمديكم. أنا جاية بدري عشان تستفيدون، خاصة في ناس تكون جاية من إجازة وكذي. قاعد أحط الأشياء الأساسيات، وبديت بالأشياء ما تتصبغات، لأن ندري أول ما يردون من السفر أول شيء يتكلمون فيه التصبغات اللي يصير لهم، يا ينسون حماية يا ما يرطبون عدل، وهذه المشاكل الواردة جدا، وحبيت أبتدي فيها بتغطياتي صراحة. الأشياء اللي أحبها حطيتها، اللي هي مفتح الأكواع والركب، عندهم الجوليس جدا وايد حلو، خاصة حق المبتدئات. البيل أوف ماسك لا تطوفونه، قاعد أقول لكم لا تطوفون الماسك، هذا جدا خيالي، ولكن في قطع بنات كثير تحتاجها، خاصة اللي تقدس فيلا روبوتوكس. دائما نحط لكم سيكاستم إيه هذا، ليش هذا وايد مهم؟ لأن في أرنيكا، ونسبة الأرنيكا إحنا نعرف كدكاترة إيش كثر مفيدة حق الكدمات. لما تروحين تقزين في الروبوتكس إذا كان بشرتك تحسس وعندك كدمات، هذا حيل راح ينفعك. وهذا دائما أحطه حق البنات اللي عندهم تكسر بالأظافر، ضعف بالأظافر. طبعا تحاليل لازم تسوين، تأكدين من عندك الزنك، الحديد وغيره من الأمور، ولكن كذلك أخذي مرطبات. هذا المرطبات الجدا حلوة، غنية بالفيتامينات وفيها بايوتين، ودائما أحطها عندهم. عندهم يعني هم وايد أشياء، بس أنا قاعد أنتقل لكم الأشياء اللي منها إفادة أكثر. لاحظوني عندهم وايد حمايات، أنا اخترت هذيلة صراحة. ليش؟ بشرح لكم عليهم. هذا الماتيفاينج حلو حق البنت اللي عقب ما تحط مرطبها وتحط الحماية وتحط الفونديشن، عندها التيزون يصير وايد أويلي، تستخدم هذه. أوكي، راح أحط لكم شرح عليها بنات. اللي أساساً مو بس وجهها أويلي، لا مو بس إن بشرتها دهنية، لا عندها حبوب، عندها مشاكل حبوب، أو اللي عنده مشاكل حب شباب، هذه يستخدم هذه. هذه مرطبات العين، اللي ما عندها وايد سواد تستخدم الأسود فقط، اللي عندها هالات واضحة يفضل تستخدم الأسود وبعد الدي بي وايت، هذا لأن في فيتامين سي وفي الأربيوتين بنسب مناسبة لحوالين العين. أما الأسود في الهسبريدين والكرايسين اللي يحسن من الدورة الدموية حوالين العين، فهذيل حلوين ورا بعض حق الهالات. اللي خدته بهالتغطية هذيلة صراحة، مزيلات الميك اب عندي خلصوا، بجرب هذيلة، بس راح اخذ الشيء اللي يناسب بشرتي. غالبا راح اخذ هذا حق منطقة حوالين العين، وراح اخذ هذا لان انا بشرتي عندي التيزون. تمام، للحين ما استخدمتهم صراحة، باخذهم معي وبستخدمهم بعدين اقول لكم. باخذ معي هذه القطعة عشان اقرا عنها عدل، هذه مخصصة من اي سي ام اللي يعانون من البهاق. ان شاء الله خل اشوف تركيبته اذا مناسب ولا لا، شنو الإفادة اللي ممكن تهي من وراء هذا المنتج، وبعدها أتكلم عنه. صراحة ما تكلمت عنهم، يعني ما حطيت لكم إياهم لا هذا ولا هذا، لأن هذا قلت لكم نفس ما قلت لكم باخذه وبجربه، وهذا للحين ما خدته وطلعت عليه، فباخذ الحين بالزيارة عشان حق مرضى البهاق إذا كان مفيد أو يفيدهم لو بشيء بسيط راح أحط لهم. توني تكلمت لكم عن الإكلام اللي عقب الماسك تستخدمونه، هو من براند مريفة، وصراحة لما عرفت أن رد توفر هذا الشيء وهو غسول، أنصح فيه البنات الاهتمام بالمناطق الحساسة، لأن ريحته خيال، وخاصة المتزوجات، والله كلمة خيال قليلة في حقه. أول شيء ريحته جدا روعة، آمن، ما يغير من الوسط الحمضي للمهبل خاصة عند المتزوجات، فبالتالي ما يسبب لها التهابات. اللي تبي تغسل بغسول ريحته حلوة شوي مقبولة، تتشطف فيه. أوكي، هذا وايد حلو كريحة، وبعدين ما يغير من الفسيولوجيكال بي اتش اللي موجودة، فبالتالي ما يصير إن شاء الله عندها التهابات. كذلك في ميزة، البنت اللي تزيل المنطقة الحساسة بطرق مثلا خلت عندها شوية خشونة بالمنطقة، هذا يعطي نعومة مو طبيعية. ليش؟ لأن في فوسفولبيد وفي خلاصة الخروع، ففظيع فظيع فظيع. هذا أنا دائما أحطه لما أتكلم صراحة، لما أحب أتكلم على الكلام لازم أحطه. هذا في سيرامايد والهارونيك أسيد، هذا البراند فرنسي جدا حلو، أسعاره جدا حلوة. من النورلفت هذا استخدمته، تذكرونه الكريم الليلي، لأن فيه هارونيك وفي سيرامايد. السيرامايد يخلي البشرة روعة، والهارونيك يعتبر من الأشياء والاحتياجات اللي قلت لكم تنفع البشرة الناضجة. فمن عمر 25-26 خلاص البنت تبتدي لازم تستخدم كريمات ليلية فيها الهارونيك أسيد. هذا كمثال وايد حلو، واستخدمته بسعر جدا مناسب، غير أن عليه خصم، وكذلك في سيرامايد.
أتمنى التغطية كانت حلوة ومفيدة وخفيفة، وفي أشياء أنا دائما أحطها لأن منها فايدة، تركيباتها حلوة، ما سمعت كثير من البنات يشكوا منها، يعني ما صار فيها حتى لو ما فادتهم ما صار فيها نتائج عكسية، وخاصة بالأشياء التبيض إحنا نخاف من النتائج العكسية، والأشياء اليوم كلها اللي حطيتها خالية من الكورتيزون. في كثير من البنات أو الشباب يخافون من الكورتيزون، هذه خالية من الكورتيزون، مع أن الكورتيزون إذا استخدم بطريقة صحيحة وعن طريق دكتور ما في أي ضرر إن شاء الله. ولكن كل شيء اليوم حطيته خالي من الكورتيزون. شوفوا الأشياء اللي خذتها معاي عشان بقراها، خذت هذا اللي هو مال البهاق، قلت بشوف إذا مفيد إن شاء الله راح أحط لكم إياه، بس ما قدرت أتكلم عنه لأني مقاريته الأمانة. خذت هذا يناسب بشرتي، مزيل الميك اب، وخذت في بعد واحد وينه هذا، خذته لمنطقة حوالين العين حق إزالة الميك اب وبس.